الجولة. مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية الطازج وبنك الرياض. رحب فيكم، أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزملاء عبدالله المحضار وعثمان صولي. نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام النصية التالية: STC 8348 موبايلي 630-590 زين 73-22-22. مرة ثانية STC 8-4-4-4-8 موبايلي 650 كم 630 ها 630-590 زين 73-22-22. الحديث عن دوري أبطال آسيا، خسارة نادي الاتحاد اليوم بانتظار نادي الهلال مباراته الساعة 8:25. بتكلم أيضا على موضوع ملف استضافة آسيا 2019 وآخر المستجدات في هذا الملف والضمانات اللي قدمت مؤخرا من وزارتي المالية ووزارة التجارة، وخلفيات هذا الموضوع وش اللي صار بالضبط، والمسؤولية تقع على من، والتأخير ليش، والتأخير وش سببه، وش راح يوصلنا له. كل هذه الأمور راح نتكلم فيها في برنامج الجولة اليوم. أبدأ في موضوع خسارة الاتحاد اليوم من تركتور الإيراني. الاتحاد يعني الشوط الأول كان خلينا نقول يعني لعب على ملعب واحد، على ملعب نادي الاتحاد، كان ضغط من الفريق الإيراني بشكل كبير بصراحة. التواجد الجماهيري أو الحضور الجماهيري اليوم بالنسبة لفريق تركتور الإيراني في إيران كان كبير جدا، كان في تبريز. نتمنى إن شاء الله المباريات الجاية يكون الاتحاد بشكل الأفضل، لأن الفريق الإيراني لعب الشوط الثاني أو خلينا نقول من دقيقة تقريبا 59 أو 60 لعب 10 لاعبين بعد طرد لاعب. الجولة مستمرين معكم في برنامج الجولة برعاية الطازج وبنك الرياض. ياليت الجمهور اللي راح للملعب مباراة الهلال والأهلي الإماراتي، نبغى مداخلات اليوم، نبغى نشوف الأجواء. STC 8-3-4-8 موبايلي 630-590 زين 73-22-22. أمس كان في موضوع اللي هو البيان اللي طلع من وزارة المالية بخصوص الضمانات وتقديم الضمانات. أمس مثل ما أنتم عارفين كانت يعني كان في زحمة شوي في برنامج الجولة فما قدرنا نقوله، فخلينا نقول اليوم، وفي في توابع لهذا الموضوع نتطرق له بشكل سريع. أكدت وزارة المالية أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة سلمت الضمانات المطلوبة منها لاستكمال ودعم الملف السعودي الذي سيرفع للاتحاد السعودي الآسي ولكرة القدم لاستضافة كأس أمم آسيا 2019، مشددة على أن هناك جوانب نظامية ليست من صلاحيات الوزارتين تم تجاوزها. وقالت في بيان مختصر لها طبعا أنه إشارة إلى ما بذلت وسائل الإعلام أخيرا من أن حظوظ السعودية في استضافة كأس آسيا تسير في التراجع، وعزو ذلك إلى تأخر وزارتي المالية والتجارة والصناعة في تقديم الضمانات المطلوبة. فتود وزارة المالية التوضيح بأن ذلك غير دقيق، فقد كانت هناك جوانب نظامية ليست من صلاحيات الوزارتين وتم تجاوز ذلك وقدمت الضمانات وفق البحث الذي تم بين الجهات الحكومية. وكان في طبعا مثل ما أنتم عارفين الدكتور حافظ المدلج تكلم، اللي هو رئيس لجنة التسويق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، كان فيها حديث لا إعلامية أن حظوظ المملكة العربية السعودية في كسب الاستضافة أو في استكمال الملف وتقديم الضمانات تراجع بشكل كبير جدا.
حسب البيان الآن اللي صادر وما كتب اليوم أن الملف السعودي الآن قد اكتمل بعد أن أعلنت وزارتي المالية والتجارة والصناعة تقديم الضمانات بجانب الضمانات الأخرى من الجهات الحكومية الأخرى كوزارات الخارجية والداخلية والصحة. وش اللي قاعد يصير؟ في ناس يقول لك وش اللي قاعد يصير الآن؟ المالية دعمت ولا ما دعمت؟ المشكلة من عندها ولا من عندها؟ قدمت الضمانات ولا لا؟ اللي بنقوله في برنامج الجولة، وزارة المالية حالها حال أي وزارة أخرى أو جهة حكومية أخرى، في روتين مثل ما أنتم عارفين في تقديم الضمانات أو دراسة أي موضوع. لكن المشكلة الكبرى أنه الملف هذا من المسؤول عنه؟ وين دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ تقديم هل كان في لجنة؟ كان في وفد ماسك الملف هذا؟ يعني شكرا للرجل القائم على هذا الملف اللي طبعا الزميل فيصل القحطاني، يعني الرجل هذا متعلم مجتهد أكاديمي بصراحة، أنا أعرفه بشكل شخصي رجل محترم جدا، لكن يد الحالها ما تصفق. يعني من المفترض أن يكون في وفد مكون مثلا من فيصل مع شخص آخر لاعب سابق يمسكون هذا الملف، يزورون الوزارات يعرفون. لكن انت تخيل أنت لو عندك أنت كمواطن أو أي شخص آخر لو عندك معاملة في أي وزارة متى بتاخذ وقت؟ بتاخذ وقت. أنتم عارفين الملف وتقديم الضمانات هذه كان آخر وقت من الاتحاد الآسيوي كان قبل يومين، قبل 48 ساعة. الآن يضطر الاتحاد السعودي لمراسلة الاتحاد الآسيوي عشان يأخذون استثناء، لأن وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة قدمت الضمانات متأخر. شوفوا إلى وين وصلت. يعني طيب نكلم مين احنا الآن نعرف وش اللي قاعد يصير؟ هل في متحدث رسمي في الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ ما في متحدث رسمي. الاتحاد السعودي لكرة القدم اللي أقل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في متحدث رسمي، والرئاسة العامة لرعاية الشباب ما فيها متحدث رسمي. كل الوزارات فيها متحدث رسمي إلا وزارة المالية ما فيها متحدث رسمي. حتى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عندهم متحدث رسمي حسين القحطاني، والرئاسة العامة لرعاية الشباب ما عندهم متحدث رسمي. يعني في أشياء كذا غريبة ما تدري لوين تروح. بعض الوزارات بس عشان تعرفون وش اللي قاعد يصير عندنا، بعض الوزارات راح لهم أو الطلبات أو الاستفسارات لتقديم الطلبات بالفاكس وبعضها بالبريد. يعني هل هذول الناس مثلا مهتمين بموضوع الملف أو طلب الاستضافة؟ لازم تتواصل، لازم تعطي الوزارات هذه أهميتها ويكون في وفد أو يكون في لجنة ويروحون يزورون الوزارة ويقدمون الطلب ويعرفون يأخذون موعد تقديم الضمانات ويكون كذا وفد مرتب. يعني لاعب سابق، اللاعبين اللي شاركوا في البطولات الآسيوية واحد منهم مع واحد أكاديمي رجل كويس مثل هو موجود فيصل، يعني مع كم واحد. لكن بالشكل هذا يقولك بالفاكس تروح للوزارات، الله يعين. بس نقعد دائم نحب كذا الاستثناءات، الحين نقعد ندور استثناءات عند الاتحاد الآسيوي عشان يعطينا مهلة بعد ما قفلوا الباب من 48 ساعة لتقديم الضمانات الحكومية المطلوبة. شكرا مرة ثانية للتجاوب السريع اللي كانت من بعض الوزارات، والله يعين عاد على الوزارات الثانية حتى اللي قدمت الضمانات بشكل متأخر. لكن هم مثل وزارة المالية يقول لك لا، في بعض الصلاحيات ما هي من ضمن صلاحيات لا وزارة المالية ولا التجارة، لكن احنا تأخرنا لأنه في أشياء من صلاحياتنا. طب مين المفروض كان يرجع معهم؟ وين المسؤول في الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ ليش أنا أقول الرئاسة العامة لرعاية الشباب عشان لا أحد يقول أنت قاعد تدور على الرئاسة؟ لا، بس الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي المخولة بمخاطبة الوزارات. خلينا نطلع الفاصل، أذان صلاة المغرب ونرجع لكم. عاد بنروح للأستاذ الملك فهد لأن خاصة قفلنا الباب هذا، شرحت لكم وش اللي صار، وندخل في أجواء دوري أبطال آسيا مرة ثانية. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة، ونذكركم بأرقام التواصل STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590 7 3 22 22. عبد الله النصراوي وصلت رسالتك بس ما راح أقولها. ناخذ اتصال مازن، نروح استاذ الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الهلال والأهلي الإماراتي اللي بتكون الليلة الساعة 8:25. فمعنا الزميل مازن القحطاني، حياك الله مازن. حياك الله زامر، أحييك وأحيي مستمعين إذاعة مكس إف إم وأهلين برنامج الجولة. أنا الآن في استاد الملك فهد الدولي في قامة مباراة الافتتاحية للبطولة الآسيوية بحضور جمهور كبير جدا ممكن أن تكون تتعامل مع
صوتك مو واضح يا مازن. اي اتفضل كمل مازن. مازن اسمعك كمل. طيب بنشوف الصوت مع مازن. مازن عنده ما شاء الله شكله في مكان. ناخذ اتصال ثاني. عبد الله تفضل يا عبد الله على ما نرجع لمازن. عليكم السلام. حياك الله يا عبد الله تفضل. كان اليوم طبعا كوني انا مشجع هلالي وكل مش في مباراة الهلال بعد قليل ان شاء الله حتبدا ان شاء الله. الصراحه اتمنى من الهلال الصراحه ان يقدم اليوم مستوى كويس يمثل الكره السعوديه والكره الاسيويه. طبعا المشكله الحين مع الجماهير الاهليه مع اسيا هي صراحة هذه بطولة تسميها بطولة نفسية سواء كان لاعبين أو جماهير. فطبعا ما كانت النفسية جهاز الفن والجهاز الإداري وضب اللعيبة بشكل يعني هيئهم للمباراة بنفسية جيدة راح اللعيب يقدم. صراحة مباراة اللي يشوف مباراة الهلال والنصر المباراة الأخيرة أنا أقول لك هلالي أنا أول مرة أشوف اللعيب عنده الروح في المباراة اللي قدموها قدام النصر. صراحة بالترجمة المباراة شفتها في الدوري بغض النظر عن فوز الاتحاد 5 او مباراه الشباب اللي قدمنا فيها في بعض الدوري كان في بعض المباريات قدم الهلال وسامي مستوى جدا رائع. لكن مباراه النصر هذه بعشر لعيبه الشكل المفاجئ وفاجئ البيئة بجماهير والاعلام والرياضه كله اللي هو الروح عند اللعيبه. او يعني الصراحه احنا سعيدين بمستوى عوده محمد الشلهوب اللي قاعد يقدم الكره الحديثه من لمسه من لمستين الكره المتطوره الان اللي قاعدين يلعبوها في اوروبا. واتمنى من كابتن ياسر قحطاني ان يظهر يعني في المباريات قادمة بنفس المستوى. يعني مش انه ياسر الفترة الأخيرة صار يعود لي بس اللي يسجل في المباراة او يتألق في المباراة وبعدين يريح. فأتمنى انه ياسر دحطاني ان الخبرة شوف آسيا يبغى لها خبرة. احنا شفنا اليوم الاتحاد صراحة افتقد اللاعب الخبرة العناصر الشابة هذه عندها طموح عندها كل شيء. لكن المدرب اليوم خيف ظلهم صراحة بتشكيلة جدا يعني كانت ما هي متوقعة. الفريق الإيراني يقسم بايات الله لو واجه الاتحاد في عز مجده والله ما يتنفس معه لا ذهاب ولا اياب. لكن المشكلة المدرب الصراحة اختيار التشكيلة كان سيئة واستبعاد فهد المولد عبد العزيز الصبياني وسالم أو عبد الفتاح عسيري. أقل شيء هذا بطولة آسيوية يعني عقبهم ماديا أخليهم في الاحتياط تحتاجهم في أي وقت إنهم تستبعدهم وما تخليهم يسافر مع البعثة. هذه المشكلة. هذا مباراة كانت مباراة فهد المولد يعني الصراحة هو في أثر فهد المولد هو يعني هو الشعلة هو في الفريق. يعني أنت تقول مفترض إنه يكون العقوبات مثلاً خصم أو مالي أكثر لأنك أنت بهالطريقة بالإبعاد تعاقب الفريق وليس اللاعب. بالضبط الفريق حيتأثر. أنت بطولة آسيوية شوف بطولة آسيوية هي مشكلة صار يعني الفترة الأخيرة مع الكرة السعودية. نحن ممكن نتأهل يجيك فريق سعودي يتأهل لك الدوري الثمانية لكن ما نقدر نجاري الفرق الكورية واليابانية ولا صح ولا غلطان. فسنة فترة الأخيرة ما نقدر نجاريهم الصراحة. ولا لو عندنا عناصر ممتازة لعيبة أجانب والفريق يجهز نفسه البطولة هذه لازم يكون جاهز 100%. فالاتحاد صراحة بعناصر هذه أنا أقولها ممكن يتأهل دورة 16 لكن ما راح يوصل بعيد. الأمل الوحيد يعني اللي ما عنده عذر الصراحة اللي هو فريق الهلال. الهلال مكتمل ماديا مكتمل معنويا أسامي لعيبة ما في يعني هذيك الإصابات اللي تأثر على الفريق. ونتمنى الصراحة إن اليوم الهلال يعني يبيض الوجه لأن المعروف أول مباراة في كأس آسيا لازم تكون صعبة تكون ضغط نفسي شحن. لازم الهلال اليوم يتألق يبدع يسجل أكثر من هدف يريح الجماهير يعطي يعني انطباع أولي ممتاز يعني عشان الشارع الرياضي السعودي بالنسبة للجماهير الهلالية يرتاح يعني يرتاح من المباراة اللي حق إن شاء الله حق الدموع. أنا أتمنى نفس المستوى إن شاء الله وأفضل قدام في الأهلي الإماراتي بإذن الله. الهلال بإذن الله يعني حيقدم المستوى اللي يرضي الجماهير الهلالية ان شاء الله. يعطيك العافيه عبد الله. شكرا لك. في التغريدات قبل شوي لرئيس نادي الهلال الامير عبد الرحمن بن مساعد اتكلم فيها عن وعكه صحيه لمدرب نادي الهلال سامي الجابر نقل على اثرها للمستشفى وما راح يكون موجود في قياده الجهاز الفني لنادي الهلال في مباراه اليوم. نص التغريدات اللي كتبها رئيس نادي الهلال: الف سلامه لاخي الكابتن سامي الجابر وسال الله له الشفاء العاجل من الوعكه الصحيه التي تعرض لها قبل قليل وان شاء الله انها بسيطه. سامي كان يعاني من البارحه ارتفاع في درجه الحراره وزادت عليها اليوم مما استدعى نقل المستشفى المملكه للاطمئنان عليه وتواجد معه حاليا نائب الرئيس. والحديث أيضا تغريدات الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقول: نحن في الباص مع الفريق في الطريق للملعب وسيشرف على الفريق في مباراة اليوم مساعد المدرب إن شاء الله بعونه ثم بدعم جمهورنا وجهود رجالنا
نوفق. هذا الحديث لرئيس نادي الهلال. الحمد لله السلام على الكابتن سامي الجابر مدرب نادي الهلال، والعودة إن شاء الله بكل صحة وعافية. ناخذ اتصال نروح لمازن مرة ثانية. استاذنك فهد. مازن حياك الله يا سامر، احييك مجددا. الصوت واضح الحين؟ اي واضح، بس شكلك كنت في وسط المعمعة. ها والله في وسط المعمعة. انت ما انت جالس مع مدري جمهور الهلال واضح عندكم ولا لا؟ واضح يعني. هو واضح. بس دخلوا لاعبين الاهلي الاماراتي الملعب يعني الجمهور على طول وقف وجال جالس يشجع ويآزر وينادي باسم اللاعبين وينادي باسم الكابتن سامي الجابر. وانا يعني اتوقع لو يعرفون باللي صاير سامي ممكن ان حماسهم يزيد عشان يهدونه، يحاولون يسلمونهم يتابع اللاعبين يهدون الفرقه للكابتن سامي الجابر اللي اتمنى له الشفاء العاجل. لاعبين الاهلي الامارات يا في نص الملعب مو مستغربين يعني قسم ينظرون الجمهور يعني بشكل والله يثامر ملفت للنظر. جمهور هلالي حاضر الواجهه يعني كل الان بالكامل. مجلس الجمهور الهلالي ونادي الهلال أعد العدة لهذه المباراة. يعني أنا ممكن أثامر في مكان يشوفون إدارة الملعب راح يسووا لي مشكلة فيها، عارف. قلت أشوف الأمور هذه الجاشة البالونات اللوحات البنرات في أيضا السيف الجميل اللي شفناه فيها من نادي الهلال. للحديث عن هذا الأمر معي اللي هو المشرف العام على مجلس الجمهور الهلالي وعضو العلاقات العامه بنادي الهلال الاستاذ ياسر الفلاسي. ابو عبد الله نرحب فيك عبر اذاعه مستشفى اول شيء ونقول ما شاء الله تبارك الله يعني عمل كبير وجهد جبار لاخراج هذا المدرج بشكل جميل. حياك الله معنا يا ياسر. ياسر هلا والله استاذ سامر. حياك الله ياسر. مثل ما قال مازن قبل شوي نرحب فيك ونقول لك كيف الجهود اليوم بصراحه التيفو وشكل المدرج الى الان قبل ما يكتمل شيء جميل جدا ومشرف حتى امام الاماراتيين حتى الرقم 6 6 بطولات. ها والله الحمد لله جمهور الهلال دائما يرتاح لحلقاتهم لانه جمهور ذواق ويعني يعني الرقم الاول ونقل الرقم الصعب في المملكه. وان شاء الله ان شاء الله تعاون الجماهير اليوم يظهر المدرج بشكل مطلوب. كيف يتعب الجمهور في التنسيق لموضوع التيفو هذا ياسر؟ والله ما اخفي التسامر يعني في معاناه لبعض الجماهير ما يعني ما تتعاون بعض الاوقات، فهذا اللي كان يسبب بعض الاخطاء في المباريات السابقه. لكن ان شاء الله مع التكرار ان شاء الله يظهر مدرج بالشكل المطلوب، وان شاء الله اليوم مع التيفو راح يطلع حاجه مفاجاه لاول مره في الملاعب السعوديه ان شاء الله. ان شاء الله. بس ياسر لا تعطونهم الاوراق والاشياء بدري، اعطوهم اياها متاخر، لان اذا اعطيتوهم اياها بدري يرمونها قبل المباراه. هو لازم احنا نوزعها على الكراسي قبل دخولهم، يعني ما تقدر انت ترسم الشكل الا المدرج يكون خالي يعني. طيب معنا ليش لا. عموما ياسر ودي بس تشرح للمستمعين تقول التيفو عباره عن ايش اليوم في وسط المدرج وعلى اطراف المدرج في الواجهه. هو طبعا رسم شكل معين يعني مو شرط انه يكون مثلا رسم موجه او مثلا ارقام او حروف، مو شرط يعني في بعض التيفو يسمى مثلا الطال يكون الشعار لون واحد او لونين ترفع لافه تسمى تيفو. اما الرسوم ما الرسوم مو شرط تدخل في الموضوع التيفو. طيب واللي موجود اليوم في مباراه عباره عن ايش؟ هو طبعا مدرج يحمل رقم 6 عدد البطولات الاسيويه تدعم اسيويه للهلال السعودي، ولا بالاضافه للرسم كاس اسيا في مدرج كاس اسيا شعار بطوله اسيا بالاضافه للبانر كتب عليه القرن الاسيوي ويحمل ايضا في التواريخ لكل بطوله بطولات اسيا الهلاليه. بالاضافه بعد التيفو راح لاول مره راح يظهر شكل في المدرج راح يكون مفاجاه للجماهير لاول مره في الملعب السعوديه. طيب يعطيك العافية ياسر وبالتوفيق لكم إن شاء الله. الله يعافيك. كان معنا المسؤول العلاقات العامة في نادي الهلال ومجلس الجمهور الهلالي ياسر الطلاسي. مازن تم يا سامح الله يسلمك. ها كيف الوضع عندك الآن؟ والله الوضع إلى الآن الملعب مكتمل المدرج؟
الواجهه فل، بس انه الجوانب لا زال فيها يعني. الساعه 7 باقي ساعه ونص تقريبا واكثر عن المباراه ان شاء الله، نقول ان شاء الله. احنا لازم والان اشوف يعني اداره المسؤوليه الاجتماعيه بنادي الهلال تقريبا ممكن العدد يصل الى 30 يعني يسمونه برنامج الطبي اللي هو يعني لخدمه الجمهور الهلالي لا سمح الله بعض الوعكات الصحيه اللي تصير للجمهور داخل المدرج. هذه ايضا عن طريق البرامج اللي تستخدمها نادي الهلال عن طريق اداره المسؤوليه الاجتماعيه. دائما انا في واحد هنا معاي ممكن انه بكبر شوي او بصغر انفسنا انا وياك، ممكن انه يشجع الهلال او متواجد درج الهلال من قبل لا اولد انا يا سامر يعني. ما شاء الله عليك. اللي هو المشجع المعروف حماده. حماده اول شيء نرحب فيك. ما شاء الله تبارك الله. من متى انت بالمدرجات هنا من مدرجات الهلال؟ والله يا من 1400 طبعا. نادي الهلال لا غنى عن التعريف عليه، احنا من وطن عربي نحب الهلال من اصلنا ومن صغرنا، طلعنا وتربينا على احنا موجودين مع الهلال، والهلال نادي كبير معروف. ما شاء الله. كم يعني كم لحقت على البطوله الاسيويه؟ كل يمكن 5 بطوله. البطولات الاسيويه 6 يعني على 6 بطولات اسيويه، على الامير بندر محمد والامير سعود من تركي والامير محمد من فيصل، وان شاء الله سيدي الامير عبد الرحمن مساعد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا دائما اسمعك تقول للجمهور بعض كيف تحفزهم كيف بالتحديد؟ طبعا ما احب نشتغل الاول احنا جالسين، ما نشتغل احنا جالسين، نشتغل والملعب شغال، اول ما ينزل اللعيبه نشتغل عشان نطلع جول في الملعب. طبعا ما احتاج احنا معروفين من التشجيعات والحاجات الحلوه. الله يوفقك ان شاء الله يا حماده. سامر معي وقت انا ولا؟ معك وقت، معك دقيقتين كمل حبيبي. طيب قبل دقيقتين بناخذ صلاح البطاطي رئيس رابطه المشجعين دقيقه. صلاح اول شيء راح فيك قبل كل شيء، احنا اخذنا المدرج من المدرب. انا ابغى في النص دقيقه هذه اللي معك بحولك للاستديو هناك، ابغى تتكلم عن الشباب وتعطينا موجود الجديد اللي قلتوا تقولونه عن الشجرديه وكذا. لا كذا لا تطلع من الاذاعه اللي جاي من الملعب عشان يحضونها. هلا حياك الله صلاح، كيف حالك؟ حياك الله بخير حبيبي. الله يحييك صلاح. مازن ملزم يقول لك كله تقول وش بتقولون اليوم في المباراة. بنقول ان شاء الله نشردك في الملعب ياسر ويني. الاولى وش هي؟ شردك في الملعب. ايوه. والثانية في الملعب. ايوه ياسر. وينك يا ياسر؟ يا سلام. طيب تعطونا اياها ولا خلها في مفاجأة للمدرج؟ والله احنا كلنا نبغى مفاجاه بصراحه. لا ما حد اقول ما حد سامعكم. كمل تفضل. هي تقول مثلا شقرجنا الليله وينك يا ياسر، شقرجنا الليله وينك يا ياسر. تستاهلون وان شاء الله بالتوفيق لكم يا صلاح. ان شاء الله. شكرا 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 لك. بنطلع الفاصل قصير ونرجع مره ثانيه في برنامج الجوله برعايه الطازج وبنك الرياض. أكد مدرب النادي الأهلي البرتغالي فيتور بيريرا عقب مواجهة فريقه أمام الأنصار البارحة لضرورة تحسين ملاعب كرة القدم التي تقام عليها المباريات، لأن الملاعب السيئة تتسبب في إصابة اللاعبين. وقال أوجه رسالة للمسؤولين عن الرياضة في المملكة على تحسين قضية الملاعب، كما يبحث عن الاستثمار في التعاقد مع الأسماء المحترفة، مشيرا إلى أن الطقس ليس عذرا في ذلك إذا نظرنا إلى جودة أرضية الملاعب في الدول المجاورة للمملكة. بصراحة بيريرا جابها على الجرح، لأن في بعض الأحيان عندنا نسمع أشياء ما نسمعها غير اللي عندنا. يقول لك الأرضية الشتوية، أرضية الصيف، لا ما أدري وش صار. يعني في أشياء من المفترض أن الأرضيات تكون عندنا بشكل أفضل، لأنه كلنا عارفين صح أنه اللاعبين التقوية عندهم لك عليها، المهملين في موضوع التقوية، في موضوع الحديد، في موضوع نزول المسبح، كل الأمور هذه عارفينها. لكن هذا ما يخلي لنا نغفل انه فعلا الملاعب عندنا سيئه. وعلى طاري الجو، لانه دائما يقول لك يا اخي الجو عندنا مو زي اوروبا، عشان كذا الارضيات عندنا ما راح تكون مهما اعتنينا فيها ما راح تكون مثل اوروبا. فبيريرا اعطاهم واحده من الاخر، قال لهم ناظروا بما معناه ارضيات الملاعب اللي في الامارات وقطر وهو نفس جوكم، وشوفوا الارضيات اللي عندكم. بيريرا ما يمزح. ناخذ اتصال شادي. تفضل يا شادي. شادي يا سامر طيب. حياك الله شادي تفضل.
مشتاقين لك والله يا سامر. والله احنا اكثر يا غالي. مواضيع كثيره والله فاتتني وامشي اتكلم في كل شيء بس الحين الوقت ضيق. اتمنى تدينا فرصه بس أتكلم. يلا عطنا كذا اكثر شيء ودك تتكلم فيه. عندي ثلاث حاجات بتكلم فيها على السريع. اتفضل. اول شيء موضوع لا ما اتفقنا يقطع جوالك مو بوقته. شادي شادي ها نبي مكان فيه ارسال. طيب نشوف غير شادي على ما يرجع. شادي مره مي براضي تضبط معه. الشباب ملزمين على شادي. يا شادي هلا سامر. شادي بسرعه عندك ثلاث نقاط بتكلم فيها بسرعه. طيب اول شيء موضوع الرئيس العام هات الشباب. ايوه الامير رواف شكله فاضي على تغريداتك ويدور على الامور هذه وساب الحاجه المهمه اللي هي استضافه كاس اسيا. النقطه الثانيه المفروض كل الوزارات تتعاون مع الاخ فيصل لأن استضافة كأس آسيا ما هو شيء هين صراحة محتاجين نستضاف من زمان يعني ولازم نبي شغل مرتب يعني وافد يعني أمور حنا في البرامج قاعدين نتكلم فيها شادي فما بالك المسؤولين والله حرام تروح علينا استضافة كأس آسيا محتاجينها والله. موضوع الثاني موضوع أمس جمهور الأهلي انتقد صراحة زعل منه أمس موضوع سوق اللاعب نزل وجسين انتقدوه ويزعقوا عليه وينادوا بالسكتر صراحة هذا ما هو أسلوب حضاري جدا. سكتر راح بخير وشر ومفروض ندعم أي لاعب يلبس شعر الأهلي. إحنا نشجع الفريق للشعار مو لأي لاعب يجي أو يروح للفريق. طيب يعطيك الموضوع كلام. الثالث موضوع هذا صار الرابع ولا الثالث يا طيب. طيب يلا تفضل. موضوع الثالث ما تنزل موسى أتمنى أنه تبتسو صراحة بعد ما وقع وجد عقده صراحة أمور البدنية وجسمه صراحة جدا سيء كلاعب محترف. بس شادي شادي عشان نعطي الرجل حقه يعني انا معتزل موسى من اللاعبين صراحه اللي اعتز فيهم يعني داخل الملعب بس واضح ان اللاعب جسمه قابل للسمنه صح ولا لا؟ هل هل هل, هل, هل الاعداد وهل الاعتماد على اللاعب في الفتره الاخيره كان بشكل جيد؟ اللاعب يمكن اللاعب ما اهتم بنفسه صراحه ما اهتم في نفسه اصلا المفروض حتى وحتى الجهاز الفني والطبي يا شادي عندك محسن عيسى وباخشوان كانوا من أسوأ اللاعبين في الأهلي اهتموا بنفسهم غير عسر لعبهم أساسي. أتمنى أن المعتز يحترم الفريق احترم الشعر اللي هو لابسه. شكرا لك يا تامر. طيب يعطيك العافية ونرجع نقول مو بكل اللاعبين مثل بعض. أتكلم على الأجسام في لاعب تلاقي إذا ريح أنتم عارفين. عموما يلتقي المنتخب السعودي مع النهضة يوم الأحد المقبل في لقاء ودي يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام وذلك في إطار تحضيرات المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأندونيسي في تصفيات آسيا 2015 في أستراليا في المباراة اللي ستقام الأربعاء المقبل على نفس الملعب. بالتوفيق إن شاء الله المنتخب وبالتوفيق للهلال اليوم مع الأهلي الإماراتي. إن شاء الله نكون معكم في برنامج غرفة 11 للحديث أكثر عن مباراة الهلال. تمسون على ألف خير.